قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. اللي انتوا شفتوه ده سحر، هل انتوا مقتنعين ان ده سحر؟ ما انتوا شفتوا الصحراء وحواليكم الصحراء وشيء منتشر بينكم الصحراء. اللي انتوا شفتوه ده ليس له علاقة بالسحر، لا من قريب ولا من بعيد، بس انتوا بتكذبوا على انفسكم. دايما عايزين يدوا المبرر علشان يكذبوا بدعوة النبي. في سورة تانية هنلاقي ان اللي قال الكلام ده فرعون. قال فرعون إن هذا لساحر عليم. فقال المفسرون فكأنه هو الذي قالها أولا، فهم وافقوه على قوله، لأن هم قوم أصلا إيه فاسقين، استخف قومه فأطاعوا. فليقول عليه فرعون ها ده سحر، آه فعلا سحر يا فندم، مظبوط طبعا كلام حضرتك طبعا، يعني إيه يعني ما ينفعش نكسره. فقال الكلمة من هنا، وهم الأعوان الظلمة اللي بيضروا أول ما بيضروا رئيسهم، لأن هم لو أصحاب حق قالوا لا ده مش سحر، مش سحر يا فرعون، ده آية من عند الله. إنما هم ضروا أولا فرعون وضروا أنفسهم بأن تابعوه على الباطل المبين، وهم مدركون يقينا أنه ليس بسحر. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم.